السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مشاهدي الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في بداية الحلقة الجديدة من هدى للمتقين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا أبواب فضلك وخيرك ورضاك، إنك على كل شيء قدير. خلوني في أول حلقة كده أركز على أمرين في غاية الأهمية. أنا هكمل الحلقة بتاعت امبارح في مسألة وموضوع البر، بس قبل ما أكمل الحلقة في جزئيتين كده عايز أركز عليهم. أول جزئية عايزكم كلكم تخلصوا في الدعاء لأخت من المغرب، عندها أخ عمره تقريبا 22 سنة وعندها والدها مريض وأخوها مريض وعندهم ابتلاءات في أمراض شديدة جدا وأمراض صعبة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينزل على هذه الأسرة ثوب الصحة والعافية وأن يعافي كل مبتلى، إنه نعم المولى ونعم النصير. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أنا هجاوب على الأسئلة اللي إحنا ما جاوبناش عنها إمبارح، بس هجاوب عليها بعد ما أشرح الكام نقطة اللي أنا عايز أشرحهم دلوقتي. يعني أنا هجاوب على الأسئلة بتاعت إمبارح اللي أنا ما لحقتش إمبارح أشرحها وأجاوب عليها قبل ما أخد أسئلة النهاردة، بس دلوقتي هتكلم معاكم في أهم جزئية في مسألة البر مباشرة كده. هل ينفع إن أنا أبر أبويا وأمي حتى لو كانوا أبويا وأمي مش بارين معايا؟ أنت تقصد إيه؟ تقصد إن الأب والأم لو ما كانش فيه معاملة طيبة من الأب والأم للأولاد ينفع إن الأولاد يعاملوهم معاملة طيبة؟ آه، ده فرض ربنا واجب. حتى لو أبويا ما كانش بيعملني كويس، حتى لو أمي ما كانتش بتعاملني كويس، يجب علي أن أعامل أبي وأمي بالصورة الصحيحة اللي ربنا أمرني بيها. طب ما هو أبويا وأمي قصروا في حقي، هم يقصروا يسألوا. أنت عايز تسأل أنت كمان؟ أنت عايزة تسأل أنت كمان؟ طيب يا شيخنا، بس اللي يقدم الحد يلاقي السبت في وشه، هم قدموا إيه عشان إحنا نعملهم كويس؟ المسألة مش بتبقى بالطريقة دي، ومش هنحسبها بالمنطق ده. أنا هحسبها بمنطق إن ربنا أمرني، ربنا وصاني، ربنا حرم علي العقوق. سيدنا النبي سماه كبيرة من الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تاني حاجة بعد الإشراك، أكبر الكبائر الإشراك بالله، رقم اتنين عقوق الوالدين. حتى لو الوالدين معنا مش كويسين، ما ينفعش احنا كمان ما نكونش بالطريقة اللي ربنا عايزها. لازم نكون زي ربنا ما أمرنا، لازم نكون زي سيدنا النبي معلمنا. أنا هفكركم بحديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفوا ان احنا في الحياة دي وضعنا صعب جدا، وضعنا المادي الاجتماعي والاقتصادي، والحياة كلها فتن. بس اللي يخلي الواحد يخش الجنة البر. سيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع صوت واحد بيقرأ قرآن، فقال صوت من ده؟ فقيل له عليه الصلاة والسلام هذا حارسة بن النعمان. حارثة؟ فسيدنا النبي مباشرة افتكر ان سيدنا حارثة كان بارا بأمه، فبر سيدنا حارثة بأمه وصلوا ان يخش الجنة. فسيدنا النبي رد وقال كذلكم البر. وكان من أبر الناس بأمه. سيدنا حارثة لما وقع شهيد في إحدى المعارك، أمه راحت تسأل سيدنا النبي وتقول له
أين حارثة يا رسول الله؟ هو في النار أم في الجنة؟ فقال لها: أهبلت يا أم حارثة، بل إن حارثة في أعلى الجنان، بل إن حارثة دخل الجنة وقد أصاب الفردوس الأعلى منها. إيه اللي دخل سيدنا حارثة بن نعمان الجنة؟ كان من أبر الناس بأمه. أخبرنا إيه؟ ظروفنا إحنا إيه؟ أحوالنا إحنا إيه مع أبائنا وأمهاتنا؟ ده قضاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتى لو أبويا وأمي على غير دين الإسلام، وبالوالدين إحسانا. حتى لو أبويا وأمي طمعانين فيا، وبالوالدين إحسانا. حتى لو أبويا وأمي مجانين، وبالوالدين إحسانا. حتى لو أبويا وأمي أخلاقهم مش كويسة، وبالوالدين إحسانا. حتى لو أبويا وأمي طمعانين في مالي وطمعانين في كل حاجة عندي، وبالوالدين إحسانا. خلصت، انتهت، ممنوع الكلام، لا اجتهاد مع نص. وبالوالدين إحسانا. أنا بزعل لما ألاقي الولاد والبنات بيستهينوا أو بيتلذذوا بأن هم يزعلوا أبائهم. ليه؟ ساعات بنستفز الأب والأم، مع إن قلب الأم ده يعني قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، مش كده؟ يقال إن فيه أم ابنها كان عايز يعذبها، وكان عايز يتخلص منها، فخذها في الصحراء. وخدها وداها في مكان كله ذئاب، وسابها ورجع. وهو راجع في الطريق سمع أصوات الذئاب المفترسة، فضميره صحي، فقال: أرجع أجيب أمي. قال: طب أنا عايز أعمل حاجة أعرف أنا عملت بيها الصح ده ولا الغلط. فقال: طيب أنا هروح لها وهتنكر في ملابسي وهغير في صوتي. تنكر في الملابس بتاعته، لبس ملابس غريبة جدا وخبى وشه. ولما اقترب من أمه لقيتها بتنادي عليه: يا عبد الله يا عبد الله. هي مش بتنادي على ابنها لأنه هو هي متعرفش ده مين. فطلع يجري وراح لها قال لها: نعم نعم يا أمة الله. قالت له: بالله عليك بالله عليك لا تخذلني. قال لها: نعم، ماذا تريدي؟ قالت له: ابني ابني مشى من هذا الطريق وأنا أسمع صوت الذئاب وأخشى على ولدي من الذئاب، في حين أن الولد أصلا كان متعمد أن ياخدها يوديها هناك عشان يتخلص منها. فشوفوا قلب الأب والأم إزاي بيكون حنين على أولاده. بس بتبقى صعبة جدا لما نضغط على قلب الأب والأم لحد الأب والأم ما يدعوا على أولادهم
ولذلك سيدنا النبي حذرنا وقال لنا ايه؟ ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولديهما. ادي الثلاث دعوات المستجابات. عايزة امك تدعي لك ولا تدعي عليكي؟ قال البر يعني ايه؟ يعني ايه البر؟ انت امبارح اتكلمت عن البر وقلت ان ربنا امر بيه وسيدنا النبي امر بيه واحنا لازم نسمع. البر هو ايه؟ ان تبذل لهما كل ما في طاقتك وما في وسعك. تبذل لابوك وامك كل ما في طاقتك، وان تسمع لهما ما لم يامراك بحرام. طلبوا منك عينيك، طلبوا منك اي طلب، طلبوا منك اي طلب، طالما ان الطلب ده حلال واجب ان احنا نسمع لابي وامي، طالما انه الطلب ده مش حرام. طيب دلوقتي احنا عندنا جزئيتين: جزئية انا بتعامل معاه وهو عايش، وجزئية لو مات. التعامل معاه وهو عايش هديني بشرحه. طب لو مات؟ سيدنا عبد الله بن عمر عدى كده فلقى واحد قال له: تعالى، انت مش انت فلان ابن فلان؟ قال له: اه. فراح نازل سيدنا عبد الله بن عمر من على الدابه بتاعته، ودي جامده جدا عند قريش، وراح مديله الدابه وقال له: اركب. وراح خالع العمه بتاعته وقال له: اتفضل البس العمامه بتاعتي دي على دماغك. فالناس قالوا لسيدنا عبد الله بن عمر: يعني سامحك الله يا ابن عمر، يعني ده راجل بسيط من الاعراب، يعني راجل على قد حاله، يعني كان يكتفي بالقليل من المال بدل ما كنت تنزل من على الدابه بتاعتك وتركبه مكانك وتديله كمان العمامه بتاعتك، ده ايه الشرف الكبير ده؟ قال: لا، انتوا مش فاهمين حاجه، المساله مش كده خالص. ليه؟ ان الراجل ده كان ابوه ودا لعمر بن الخطاب، وانا ابر ابي، اصل الناس اللي كان ابويا بيحبهم وأصل أولادهم، لأنه ده أبر البر. عبد الله بن الزبير كان بارا بأبيه جدا، فعلا الجيل ده جيل صالح، فرق شاسع بيننا وبينه. عبد الله بن الزبير بيقول: مات أبي عام، فما سألت الله طول العام إلا أن يعفو عنه. سنة 12 شهر ما يدعيش ربنا بحاجة إلا: يا رب اعفو عن أبي بعد أبوه ما مات. يا إيه البر ده؟ سؤال بقى دلوقتي على غرار الكلام ده بقى: مين بيدعي لوالده او والدته بعد ما ماتوا؟ ها يا اخي، واحنا الله يرضى عليك، ده احنا كنا في احيائهم في حياتهم مطنشين خالص، والامر ابعد من ذلك. يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كلام رائع، بيقول ايه؟ بيقول: ما من مسلم له ابوان، الاب والام بابين الى الجنه، ما من مسلم له أبوان فيصبح وهو محسن إليهما إلا وفتح له بابان إلى الجنة، ويمسي إلا وله بابان إلى الجنة. تمسي، تصبح وانت محسن لأبوك وأمك، يبقى أدي بابين مفتوحين على الجنة. تمسي وانت محسن لأبوك وأمك، أدي بابين مفتوحين إلى الجنة. فإن أغضبت أحدهما فلا يرضى عنك الله إلا إذا رضي اللي انت أغضبته. غضبت أبوك يبقى ربنا ما يرضاش إلا لما ترضي أبوك، غضبت أمك ربنا ما يرضاش عنك إلا لما ترضي أمك. يا إيه النصوص دي وإيه الكلام ده؟ ولذلك فعلا الوالد أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ وإن شئت فأضع. عبد الله بن عون ده كان راجل بيتعامل مع أمه بأدب أوي 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 أوي. كانت أمه لما تيجي تنادي عليه ما كانش حد يسمع صوته، وما كانش، شوف ربنا بيقول: ولا تقل لهما إيه؟ ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، واوعى تعلي صوتك، اوعى تعلي صوتك. يا شيخنا نعلي صوتنا مين؟ ده احنا الله اكبر الجيران، وزي انا ما قلت امبارح الجيران وجيران الجيران والشارع واول الشارع واخر الشارع بيسمعوا بالخناقه. انت بتعمل ايه؟ انت بتعملي ايه؟ عبد الله بن عون ده هوت امه بتنادي عليه في مره بتنادي عليه، فهو دايما صوته ما يعلاش على صوت امه ابدا 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 ابدا. في المره دي امه بتنادي عليه فقال لها: نعم. بيرد عليها بس: نعم. بس قال لها: نعم، بصوت عالي. قعد يبكي واعتق رقبتين لله ليكفر عن ذنبه، ان صوته ارتفع مره على امه وهي بتنادي عليه وهو بيقول لها: نعم انا جاي لك.
طب ولادنا بيعملوا ايه؟ ده بيردوا على الاباء والامهات وبيعصوا اوامر الاب والام وبيرفعوا الصوت وبيرفعوا الايد وبيبرقوا فيهم وبيرفعوا حاجات تانيه وبيضربوا وانتوا عارفين الحاجات التانيه دي كلها. ده بامه بتنادي عليه بيقول لها حاضر انا جاي، فغصب عنه صوته ارتفع شويه فراح قاعد يبكي وراح اشترى عبدين، اتنين من العبيد، واعتقهم لوجه الله عشان يكفر عن الذنب اللي ارتكبه في حق امه. طب بقول لك ايه، ما تقول لنا كده على برنامج علشان نبدا كده نشتغل عليه، ازاي ابر ابويا وامي وهم احياء وبعد ما ماتوا. خد عندك اول حاجه السمع والطاعه، السمع والطاعه في اي حاجه يقولوا لك عليها الا اذا كانت حاجه حرام، انما الطاعه في المعروف. اي حاجه يقولوا لك عليها طالما ان هي حلال سمعا وطاعه، مفيش كلام الا كلام ابويا وامي. شوفوا الى اللي الشريعه الاسلاميه وضعته، طالما ان الحاجه حلال يبقى نسمع وما فيش مشكله اطلاقا. طيب التوقير والاحترام، التوقير والاحترام، التوقير والاحترام، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحم. حتى لو كان ابويا وامي طالعين من مستشفى المجانين، حتى لو كان ابويا وامي طالعين من مستشفى المجانين لا قدر الله، حتى لو كان ابويا وامي عندهم، حتى لو كان ابويا وامي مش كويسين، حتى لو كان ابويا وامي ما علمونيش كويس وما ربونيش كويس وفرطوا في حقي وفي تربيتي، حتى لو كانوا ابويا وامي عملوا اكتر من كده، حتى لو كان ابويا وامي مشركين بالله، حتى لو كان ابويا وامي مشركين بالله، التوقير والاحترام. الدعاء لهما، شفنا ابن الزبير كان بيعمل ايه، سنة بالكامل يدعي لأبوهم، يدعي لأبوك وامك وهم أحياء وبعد ما ماتوا. الترويح عنهما وإدخال السرور عليهما، الترويح عن الأب والأم. يا شيخنا ده في أولاد بتدور فين يوجعك وتعمله مع أبو أمه، في أولاد تعمل كده. الترويح عنهما وإضحاكهما وإدخال السعادة والسرور عليهما، مدحهما والثناء عليهما. تمدح أبوك وأمك، تمدحي أبوك وأمك، مش أستعر إن ده أبويا وأمي، لا ده أبويا وأمي، ده أبويا اللي رباني، أبقى بتشرف بيه، أمدح أبويا وأمي في حضوره وفي غيابه وأثني عليه. كفاية إن أنا ابنك، كفاية إن أنت أبويا، كفاية إن أنت علمتني وربتني. مدحوهما والثناء عليهما، مشاورتهما وتقديم مشورتهما، تشاور أبوك وأمك وتقديم مشورة أبوك وأمك. طالما أن أنت بتشاور أبوك، تشاور أبيك وأمك، تستشر أبيك وأمك، تقدم مشورة الأب والأم. الصدقة عنهما وهي مقبولة بأمر الله سبحانه وتعالى. احنا طبعا كان عندنا أسئلة امبارح انا ما استطعتش ان انا اجاوب عليها، انا هبدا اجاوب على الاسئله وبعدين استقبل الاتصالات اللي المفترض ان هي هتبقى يعني الارقام هتنزل دلوقتي حالا على الشاشه، وابدا اخد الاسئله بتاعتكم وابدا اجيب ان شاء الله. احنا معانا مجموعه من الاسئله من امبارح. الاخت ام ايه، الله يرضى عليك يا ام ايه ويبارك لك، بنتك تعبانه وضعيفه وانت حاسه ان هي مسحوره. انا قلت لك يا ام ايه إن المسألة دي لازم نقرأ على البنت الرقية، لازم حد من الناس الصالحين يقرأ الرقية على البنت. الرقية موجودة على صفحتي، ممكن تخش تاخديها، والرقية هيكون لها أثر طيب. وأنا سبق أبيك قلت يا جماعة لازم نحصن أولادنا، لأن أم آية بتشتكي في أمر بنتها من زمان، نحصن أولادنا. أنتوا عارفين تحصين الأولاد، أنا كنت اتكلمت قبل كده في تحصين الأولاد، اتكلمت في موضوع تحصين الأولاد قبل كده، قلت إن احنا نحصن أولاد ومن بداية تحصين الجنين، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عندما يأتي الزوج زوجته، وبعدين بعد المولود ما ربنا يكرمنا به وينزل سواء كان ولد أو بنت، نقول أعيذه بالله من الشيطان الرجيم أو أعيذها بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وبعدين قلت الأذان في أذن المولود، وبعدين قلت العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته، وبعدين قلت تعويذ الصبيان عند خشية الضرر، أعيذكم بكلمات الله التامة، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لمة، كف الصبيان عند دخول الليل، وقلت إخفاء شيء من محاسن الأولاد، مش لازم نخلي أولادنا كده في صورة حلوة دايما باستمرار، لازم نخبي حاجة من الإيه، من الحاجة الكويسة بتاعتهم عشان ما يحسدوش. يعني الدعاء لهم دائما، الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، دائما تدعي لاولادك. تعليم الاولاد آية الكرسي، تحفيظ الاولاد، كل يوم تجيب اولادك وتحفظهم آية الكرسي، كل يوم تجيبي اولادك وتحفظهم آية الكرسي.
فيا أم آية لازم 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 تروح لحد من الناس الصالحين يقرأ الرقية على البنت بأمر الله سبحانه وتعالى. الأخ عزة، الله يرضى عليك يا حاج عزة، أنت سألتني امبارح وقلت لي أنه دلوقتي أنت الولد العاق. يا ابني حرام عليك والله العظيم، الولد العاق بالله عليك، العقوق دي كبيرة من الكبائر، فاتق الله يا إخواني، فلنتق الله عز وجل في آبائنا وأمهاتنا. طيب بالنسبة لي نفسيتي تعبانة من ناحية الولد، لو 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 لم نتدارك الأمر، لو الوالد فضل على هذه الحال هيبقى في كارثة والعياذ بالله، فنخلي بالنا من المسألة دي. أسأل الله يا حاج عزة أنه يصلح حالنا وحال ابنك وحال أولادنا جميعا. أنت كنت تسألني بتقول لي أنا عايز أتجوز عرفي علشان خاطر موضوع المرتب والمعاش والحاجات دي، وأنا مش هقدر أحط الـ 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 الزواج في المحكمة علشان ما يتخصمش المعاش اللي أنا باخده. لا، الكلام ده حرام، مش هينفع. لا مش هينفع، لأن ده تحايل على أخذ حاجة معينة. هي المشكلة مش في الزواج العرفي، المشكلة في القانون اللي بيمنعك انك تاخد حاجة زي كده. لكن لو انت عملت حاجة زي كده انا لا اجيز هذا، لانه الشريعة بتقول لازم توثيق الزواج ده حتى ان ما يكونش فيه مشاكل لا بينك ولا بينها. اريد ان اتزوج زواج. طيب ده بالنسبة لل ال 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 الاخت ايمان، الأخت إيمان امبارح المكالمة اللي أبكتني والله وأبكت قلبي. أخت إيمان الله يرضى عليك، اصبري اصبري واحتسبي الأجر عند الله سبحانه وتعالى، اصبري واحتسبي المولود ده، ربنا يثبت أقدامك بيه على الجنة. ودايما أنا عايزك تعملي اللي أنا هقول لك عليه، دايما داري أخبار حملك أو كل أخبارك، ودايما عايزك تعملي اللي أنا هقول لك عليه. هاتي إزازة مية، إزازة مية عادية خالص، مية شرب، حطها على بقك واقرأي اللي أنا هقول لك عليه. اقرأي سورة الفاتحة، أول خمس آيات في سورة البقرة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، سورة الفلق، سورة الناس. آدي الحاجات دي كلها تقريها، كل واحدة تقريها 11 مرة. كل واحدة كم مرة؟ 11 مرة. وبعدين تشربي وتغتسلي من المية دي. وبعد ما تشربي وتغتسلي بالمية دي، المية دي ما تغتسليش بيها في الحمام، تغتسلي بيها برة الحمام، وتلقيها في مكان بعيد. وتستعيني بالله، تحافظي على الأذكار وتستعيني بالله وتسلمي أمرك لله، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وهيعوضك خير إن شاء الله.